أعزائي المشاهدين، الله معكم. أنا جان صدى بحييكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حبة حنطة. بشرفني أستضيف بهالحلقة الأب اليسوعي الدكتور صلاح أبو جودي. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أبونا صلاح، حضرتك نائب رئيس جامعة القديس يوسف بيروت، وكمان عميد كلية العلوم الدينية بالجامعة ومدير معهد الأداب الشرقية كمان. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أبونا، بلاحظ كتير الأيام بتكتب بالنهار بالأوريون مقالات كلها عن هيك بشكل عام عن الطائفية، تحكينا شوي انه ليش هالموضوع تركز عليه؟ يعني انا من الجيل اللي خلق بالأزمة اللبنانية وعيش كل مرحلة، وهيدي الأزمة يعني في يقول انه شوي جبلتني واثرت فيي كثير بطريقة تفكيري بطريقة حياتي، وخلتني طبيعيا انه كمان من خلال كل مسيرتي الفكريه والتكوينيه اللي عملتها بالرهبنه بشكل خاص، انه ابحث شوي عن طريقه لافهم هالواقع المعقد هذا ومخارج له. ويعني تحولت يعني بمعنى اخر لبنان بالنسبه لي قضيتي، يعني هيدي قضيه حياه بتنفصل عن كوني كاهن يعني او حامل رساله مسيحيه. شو بتحكي عن الطائفيه، انه بتعتقد انه الطائفيه هي المشكل الاساسي؟ هي المشكل ثانيه كمان، يعني لحتى الواحد يكون موضوعي ما فينا نجي نعتبرها مشكل هيك بالطريقه شوي المتسرعه مبسطه. النظام الطائفي ما حدا اختاره، النظام الطائفي هو نتيجة طريقة حل الخلافات اللي اعتمدتها الإمبراطورية العثمانية بجبل لبنان. طريقة الحل كانت قائمة على حكم في تمثيل للطوائف، وخلفية كمان هالترتيب هذا هو انه المجتمع المحلي قديما مثل مجتمع كل الشرقي قايم اساسا على جامعات دينيه، الجامعات المسيحيه اللي انقسمت ببدايه المسيحيه، بعدين وجود الاسلام وطريقه تعامل الاسلام مع هالجامعات هيدي كجامعات مش كافراد. فاذا في عندنا نحن هويات جماعيه لها خلفيات دينيه، احيانا كثير هالخلفيات الدينيه ما دينيه صرف، ولكن كمان طبعت ببعد جغرافي ببعد ثقافي ببعد تاريخي معين، وبالتالي صارت كيانات جامعيه تاريخيه طائفيه معقده. يعني انطلاقا من هون يعني نحن امام ظاهره معقده جدا ما فينا كثير نبسطها، ولكن بنفس الوقت ما بدنا نعتبرها مثل كانه واقع لا يمكن الخلاص منه. لانه من الواضح ان هلا هي بالاطار اللبناني، من الواضح انه الحاله الطائفيه تمنع قيام دوله، تمنع قيام دوله حديثه. هي هل شوي هل الخلفيه اللي نحن ورثانينا يعني هي اللي بعدها بالواقع عم تترجم بالواقع بتعقيداته. طيب ابونا، بتطرح حلول للأزمة هيدي تقريبا هيك شو؟ انا يعني يمكن الطريقه اللي راح احكي عنها شوي تطلع شوي مبسطه، ولكن نظرا لضيق الوقت ما في اتوسع كثير. التجربه اللبنانيه برهنت انه الحاله الطائفيه ما دام ما سبق وقلت ما دام هي النموذج المسيطر، وما دام كل الحلول اللي السياسيين ان كانت السياسيين المحليين او القوى الاخرى اللي خارجيه اللي بتتدخل بالشان اللبناني باراده لبنانيه او بغير اراده لبنانيه، ما دام كل هالقوى هيدي بعدها عم تبحث عن حلول ضمن ما بنقدر نسميه ثقافه طائفيه ميثاقيه، بدنا نضل نمرق بهالحرقه المفرغه. لابد من ثقافه اخرى بديله. هلا هي شو هي هالثقافة البديلة؟ بالنسبة لي واضحة، هي الثقافة الديمقراطية اللي ما بتنفصل عن حقوق الإنسان. ونحن بنقول الثقافة الديمقراطية لا تنفصل عن حقوق الإنسان، يعني عم نحكي كمان عن علمانية. هلا هي السؤال هو هل الثقافة البديلة هي شيء واقعي ولا وهم بالإطار اللبناني؟ أنا بالنسبة لي لها أسس
ولكن هالقصص هايدي محتاجة إلى أنه تتمتن، إلى أنه تبرز، إلى أنه تاخد محلها تدريجيا بالحياة السياسية. تغيير ثوري أو تغيير فجائي ما في، تغيير سحري ما في، في تغيير تدريجي، وهالتغيير التدريجي بده يصير في له وعي لهالسقافة الموجودة عندنا وخصوصا بأوساط الشبيبة، واللي محتاجة أنه تبلش أكثر وأكثر تظهر خصوصا بالمشهد السياسي، وتاخذ محلها بشكل تدريجي بناء على رؤية وطنية واضحة. وهيدي أنا بالنسبة لي ممكنة بقدر ما أنه كمان هالنخب الشابة هيدي توعى بالواقع لوجود هالسقافة. والسبب هو أنه الممارسة السياسية الشائعة التقليدية القائمة على الطائفية، إضافة إلى النظام السياسي اللي قائم كمان على محاصصات طائفية، عم يختزل الواقع اللبناني. يعني ما عم بيخلي هالسقافة البديلة هيدي تبين، ولكن موجودة، موجودة ولا يمكن أبدا الاستهانة فيها. يعني أنا بالنسبة إلي هذا هو المخرج، يعني المخرج بده يصير مخرج تقليدي تدريجي. هنا بتحكي عن الأزمة اللبنانية بشكل منفصل عن أزمات المنطقة، يعني سوريا والعراق وفلسطين والآخرة، كيف؟ نحن أنا عم عالج واقع، واقع أي. الواقع اللبناني أي. الواقع اللبناني بالواقع إذا نرجع ناخده مثل ما هو، يعني شو اسمه، هي الصيغة اللبنانية بتمنع ما يسمى قيام خير عام مشترك بلبنان ومصلحة وطنية. المصلحة الوطنية يعني اللي بتحدد علاقة لبنان بمحيطه الخارجي، واللي بتمنع انه يكون في خير عام مشترك. الخير العام ببعده الروحي، يعني هالروح، كل هالعناصر اللي بتألف الروح اللبنانية المشتركة بين جميع اللبنانيين، والناحية المادية اللي ما بنقدر نعتبرها الخير الواقعي اللي محتاجين له الناس لحياة كريمة، لمجتمع عم يتقدم، لإنسان عم ينبنى. الحالة الطائفية بتمنع بالواقع تطور ومن هون بيجي هالغموض، هالالتباس القائم على علاقة لبنان بمحيطه. ما في لأنه ما في سياسة وحدة. هل بيقدر لبنان ينعزل عن محيطه؟ هذا بيتوقف كمان على وعي النخب اللي بدها تنطلق بها السقف الجديدة. لأنه نحن ساعتها ننطلق بمفهوم لخير عام مشترك ومصلحة وطنية، معناتها نحن عصرنا عم ننطلق أكثر وأكثر برؤية واضحة لطريقة علاقة لبنان بمحيطه. بس مازال في غموض، التباس، مازال في تهميش لكل شيء اسمه مصلحة وطنية، كل شيء اسمه خير عام. ما في اي بحث، ما في اي رؤيه وطنيه بالفكر السياسي، ما في اي خطاب وطني بالخطاب السياسي القائم. اكيد لبنان بضل مفتوح، لانه كل مجموعه بدت تستند الى علاقاتها الخارجيه لديمومتها او حتى لغذاء الايديولوجي او الفكري السائفي. طيب بالمستقبل ما بتراهن على وعي هالمجموعات من الشباب انه شوي يصير في تغيير؟ هو هذا الأمل. أنا بالنسبة إلي العلامات موجودة، يعني سبق وقلت أنه هي الحالة الطائفية، يعني الخطاب السياسي القائم على الطائفية اللي بيستغل الحالات الطائفية، ومن جهة تاني النظام السياسي القائم على المصالحة عم يختزل المشهد. ولكن المشهد هذا منه فقط اللي بيعبر عن الواقع اللبناني. الواقع اللبناني معقد أكثر من هيك بكثير. في نائبات، في 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 حركات المجتمع المدني، في المنظمات غير الحكوميه، في كثير اشياء بالواقع ما لها هالصبغه الطائفيه، وعم بت عم بت عم بتمثل تركيبات خارجي كمان عن الحاله الطائفيه. ولكن بسبب هالخطاب السياسي الطائفي وبسبب النظام القائم على المحاصصه الطائفيه، هالحقائق هودي عم بيضلوا في الظل. ولكن كل شيء بيتوقف كمان على قدرة هالنخب اللي قائمة على هالأوساط الخارجية عن الطائفية. كل شيء بيتوقف على قدرتها أولا على التعبير عن هالحالة الجديدة بخطاب واضح، ببرامج واضحة. يعني في نوع من العقلنة لهالحالة هيدي اللي بتحتاجها. نحن ب 17 تشرين
من سنتين تقريبا هيك عشنا حالة على الأقل ببدايتها بأول ثلاث أربعة أيام حالة نادرة جدا. شفنا أنه في روح وطنية شملت لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. ما كان في أي عمل عنفي واحد، ما كان في ولا علم إلا العلم اللبناني، بعدين شو صار شيء ثاني. ولكن ظهور هالحالة بتبين أنه في روح لبنانية وحدية تتجاوز الطائفية، بس هيدي بعدها بحالة غامضة، بد محتاجة لناس يجوا يعقلوها، يجوا يحللوها، يظهروها، يبلشوا يترجموها ببرامج. وهيدي بتتوقف كله بيتوقف هلا بالنسبة إلي على قدرة هالنخب، خصوصا النخب الشابي، للاستثمار استثمارهم بهالاتجاه. أبونا بتعتقد انه العلمنة او نوع معين من العلمنة بيحل المشكلة بلبنان؟ ايه سأني، هو المشكلة عندنا بلبنان وبالشرق عموما، في عندنا نظرة سلبية للعلمانية، مثل كأننا نفي الدين. صحيح، بس هي مانا نفي الدين. الأول العلمانية هي أنواع، في عندنا العلمانية المناهضة للإكليروس اللي نشأت بفرنسا، وكمان بصيغتها المتطرفة مع الشيوعية، بس نحن عندنا كمان علمانيات أخرى إيجابية. العلمانيات الإيجابية هي معناتها حياد الدولة تجاه عمل تجاه الأديان داخل المجتمع وتجاه ضمير الإنسان. دور الدولة إنه تحفظ حرية الإنسان بأنه يعتنق بحسب ما ضميره بقله، ودور الدولة أنه تضل حيادية تجاه الأديان بالوقت، يعني لا الأديان بتحاول أن تستغل الدولة أو توظفها أو تطمعها، وبالمقابل كمان الدولة اللي كمان ما بتجي تجاه الأديان. العلمانية الإيجابية، هيدي العلمانية الإيجابية. وأنا بالنسبة لي أكيد ممكن يعني العلم الإيجابية هي بالنتيجة هي المخرج الوحيد اللي بيسمح للدين أولا أنه يتحرر من الطائفية، لأنه الحالة الطائفية قام على الدين. الدين هو إذا بدنا نعرفه، الدين بحد ذاته هو رسالة شمولية. ساعة عم تتدخل الحالة الطائفية الأوسع منه، عم بتحوله إلى ما يشبه الحزب السياسي، عم بتحده ببيعة جغرافية، عم تحدوا بخطاب معين، عم تحدوا بتفاسير للنصوص المقدسة بطريقة معينة، عم تخضع الرتب والطقوس لأحداث ظرفية تطبق عليها تعطيها المعنى. يعني صار الدين بشكل منهجي وبشكل عفوي عم يخدم الحالة الطائفية. حياد الدولة هي اللي بتتحرر الدين من هالحالة الطائفية وبتخليه ياخد دوره الطبيعي بحياة الإنسان وبحياة المجتمع. ما حدا عم بيقول انه العلمية بتلغي دور، لا، دور الدين بضل له دوره، بضل له دور بالنقاش العام، بكل نقاش عام يطرح الدين بيكون له كلمته، بياخد دوره الطبيعي بالحياة. أكيد أنا بالنسبة لي بضل العلمانية الإيجابية هي المخرج أكيد. طيب أبونا، إذا حكينا انه ما بدنا نفصل لبنان عن محيطه العربي، شو رايك بالحياد، الحياد الايجابي والاخر؟ الحياد بالاطار اللي عم ينطرح فيه هلا هو غامض، لانه هو مرتبط دائما بالعوده الى الميثاق، بس الميثاق بحد ذاته قائم على توازنات، مش قائم على فلسفي او على صيغه تقود الى الوحده. ساعة الحياد اللبناني التقليدي اللي خلق مع الاستقلال، اللي من زمان كمان صار في انتقاده انه لا شرق ولا غرب، ما هيك، لا لبنان بينصهر بالكيان السوري ولا بينصهر بالكيان الفرنسي. طبعا. لبنان هو مثل ما نقبله مثل ما هو، بس هيدي قايمة على توازنات، مش قايمة على فلسفة تقود الى انصهار. ونحن ساعة نقول انه قايمة على توازنات، طيب ممكن انه توازنات تضل، ولكن هي رهن، كمان هي رهن الظروف اللي بتتغير. اذا تغيرت المعطيات الداخليه، يعني فرضا اذا كان احدى المكونات هالصيغه الداخليه تغيرت ديموغرافيا، تغيرت اقتصاديا، قويت بشكل او باخر، بدها تطالب، ما رح تكتفي بقى بوضعها،
يعني بريخ خلق شد. إذا الظروف الخارجية اللي هي على تواصل مع إحدى هالمكونات هايدي كمان لسبب ما مثل ما نشأ مثلا العامل الفلسطيني اللي دخل على التركيبة اللبنانية، وقبل العامل الفلسطيني الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت بين سوريا ومصر إلى ما هنالك، مجرد ما يخلق عنصر خارجي له تواصل مع إحدى المكونات الداخلية معناتها كمان هالتركيبة ترجع ورح نضل هيك، لأنه الحياد الميثاقي حياد ملتبس. المخرج هو أنه يكون في رؤية وطنية وحدة قائمة على سقافة تتجاوز الطائفية. وهون في شغلة كمان بحب أنه ألفت نظر إلا أنه إحنا إذا أنا عم بحكي أنه في عنا السقافة البديلة مش معناتها أنه الطائفية رح تدخل بنوع من الصراع مع الطائفية أو بنوع من المواجهة، ولكن في نوع من فينا نقول نوع من الخروج التدريجي اللي هو بالواقع لصالح الطائفية نفسها. نحن بنعرف هلا اني بفضل العلوم الحديثة العلوم السياسية الحديثة انه الديمقراطيات التوافقية مثل الديمقراطية اللبنانية اللي تدرج ضمن الديمقراطيات التوافقية هي بتعطي نتيجتها ساعة الدولة بتتجاوزها، يعني ساعة ما بعد الى اللزوم ساعة اللي بتنتقل إلى الديمقراطية العددية القائمة على الفرد. شو معناتها؟ معناتها أنه نحن أمام واقع لا يمكن إدارته، لا يمكن استمراريته إلا من خلال توازنات تخلق الديمقراطية التوافقية. بس إذا نضل على المستوى ما نضل عم ندور بحلقة مفرغة وما نرجع لورا ما عم يصير لنا بلبنان. شو هي الرؤية؟ الرؤية هو أنه واحد المسؤولين يكون عنده رؤية وطنية ويعرفوا من خلال السقافة من خلال الممارسة كيف يقودوا تدريجيا الخروج من هالحالة هاي إلى الديمقراطية القائمة على العددية اللي بصميمها بيكون الفرد. نحن هلأ نية بإطار الديمقراطية التوافقية فينا نقول بكل بساطة إنه الفرد بلبنان منه موجود، ما فينا نحكي عن مواطن. مواطن خاضع شيئا أم أبا إلى طائفته بدءا بالاحوال الشخصيه مرورا للتمثيل السياسي لمعاملاته بالمجتمع الى ما هنالك. الفرد منه موجود. نحن محتاجين لهالسياسه المرفقه مع سقافه واعيه مسؤوله اللي بتخلي اكثر واكثر الامور تروح نحو خلق الفرد اللبناني. طب ابونا بعيدا عن السياسه بتنادي بضروره لاهوت سياسي شرقي؟ بالنتيجة ما هو اللاهوت السياسي الشرقي بيروح دائما بهالاتجاه هذا، لأنه بالنتيجة يعني نحن عم نحكي عن اللاهوت. ما هو شو اللاهوت بالعمق بالنتيجة، أو شو هدف اللاهوت بالعمق بالنتيجة؟ ما هو خدمة الإنسان. صح. ما هو خدمة الإنسان، يعني نحن ما يعني ما حدا بيجي بينظر لأنه بحب التنظير. يعني كل الجهد الفكري من زمان وجاي هدفه هو الرقي بالإنسان. وصرت عم نحكي نحن عن لاهوت سياسي، لاهوت سياسي شرقي او لاهوت سياسي لبناني او باي نوع لاهوت هدفه خدمه الانسان. ونحن صرت عم نحكي بلاهوت مسيحي تحديدا، صرت نقول هدفه هو الانسان، مش عم نحكي عن الانسان المسيحي، عم نحكي عن الانسان بشكل 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 مجرد. حيالله انسان بصفته بيعكس صورة الله، بصفته ابن للاب السماوي. ما هالمعنى هذا؟ وبالتالي هون اي لاهوت بالنتيجه بده يرجع، عم بحكي من الناحيه الكاثوليكيه على الاقل، بده يرجع لابد انه يلتقي مع توجهات الكنيسه ومجامعها. الكنيسه تعد وخصوصا من عهد يوحنا بولس الثاني ويتبعه، تعد من راس حربي بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. صحيح. بالنتيجة أي لاهوت بده يتطور بده يروح بهالاتجاه. طيب أبونا كمان بعيد عن السياسة بدي أسألك، حضرتكم الآباء اليسوعيين مشهورين بالاستشراق، ما عدنا سمعنا عن مستشرقين. يعني هو الاستشراق انتهى يعني لا زمن. مش يعني هو كعلم الاستشراق بعده موجود، يعني بتتغير التسميات. غير التسميات، بس هو كمان الاستشراق كمان تعرض شوي لحملات لتفاسير كمان سلبية، يعني طبعت فيه مثل كأنه نوع من
من حصان طروادة اللي جاي يتدخل بشؤون الشرق، أو يعني ما كان له كمان تفسير سلبي شوي، بس هي المادة الاستشراق كمادة علمية بعدها موجودة، بعدها مستمرة. أكيد. بس ما عندنا شفنا كتب مستشرقين عم يكتبوا حسب عن أي مواضيع، حسب عن أي مواضيع، يعني لأنه هلأني الأكثر وأكثر يعني العلوم هلأني عم تصير اختصاصية أكثر. يعني هلأني في عندك كلية لغات، عندك كلية آداب، عندك كلية علوم، ما عاد في التوجه العلمي اللي بيجمع أكثر من اختصاص مع بعض. يعني هذا يمكن اللي بشوي صغيرة بيحجب شوي النظر عن انه هالامور مستمرة ولكن بشكل مختلف. بدي اسألك اخر سؤال ابونا لانه خلص الوقت للأسف. بدي اسألك عن دعوات الكهنوتية بلبنان، بحكي لك شوي راضي عنها، شو عم تعملوا، شو في شيء قطة معينة ولا ماشي الحال؟ الدعوات ما بدها خطة، الدعوات يعني في نوع من التوعية، في نوع من التوعية انه الكنيسة محتاجة إلى خدم، محتاجة إلى ناس مستعدين إنه كمان يكرسوا أنفسهم لخدمة شعب الله. الكنيسة بأزمة ولا عندها فائض دعوات؟ أنا ما عندي يعني ما في جاوبك لأنه ما عندي إحصاء بشكل تحديدي، بشكل ولكن عام. إيه ما عندي إحصاء بشكل عام يعني. هلا اني على مستوى الرهبنه، نحن الرهبنه اليسوعيه، يمكن شوي الرهبنات اللاتينيه يعني شوي صوفيه، وانه في نقص كبير بالدعوات اكيد، يعني وخصوصا بالرهبنات النسائيه في نقص هائل، وفي يعني علامه استفهام حول استمرار بعض مؤسساتهم انه كيف راح يستمروا بس انا بالنسبه لي السؤال الواقع بده واحد يميز شوي بين الكهنوت وبين التكريس الرسولي، لانه هون كمان في فينا نعتبر انه فينا ننظر للاشياء من زوايا مختلفه. خدمه الكهنوت هي هالرساله اللي الكنيسه بتسندها لاشخاص لخدمه اسرار الكنيسه، لخدمه شعب الله، كلمه الله لهنالك. التكريس الرسولي مختلف من حيث متطلباته. الرسول بالرهبنات الرسولية مش بالضروري انه يكون كاهن، مش بالضروري ابدا انه يكون كاهن، وانطلاعا من هون بالواقع واحد بده يشوف انه اذا قلت اذا هالدعوات عم بتقل، بس هيدي هون مش ممكن انه كمان تكون علامة إلهية انه اجى الوقت لحتى هالرسالة تستمر ولكن بشكل مختلف. يعني نحن نيجي مثلا اكثر واكثر على الأقل يعني بأوساط رهبانية كتير في تمييز بين الحياة الرهبانية ونشأتها اللي لها الإطار القانوني الواضح اللي جاي من الكنيسة الرومانية والقائم على النذور الفقر والعفة والطاعة ضمن القوانين الرهبانية، وبين كاريزما المؤسسين ما أسسوا رهبني كرمال هالنمط، هني أسسوا الرهبني ليتجاوبوا مع حاجات موجودة بالمجتمع. طيب أيه هو الفأزن الأساس؟ الأساس هو التجاوب مع الحاجات. طيب إذا الزمن الحاضر قادر إنه يتجاوب مع هالحاجات خارج هالنمط التقليدي، شو هو الأهم؟ مظبوط. وانطلاعا من هون أنا بالنسبة إلي قلة الدعوات هي دعوة، هي علامة إلهية حتى لي كمان واحد يشوف الأشياء من زاوية مختلفة. الأب اليسوعي الدكتور صلاح أبو جودي، نائب رئيس جامعة القديس يوسف وعميد كلية العلوم الدينية ومدير معهد الأداب الشرقية، نحن نشكرك، شرفتنا أبونا. لحد هون أعزائي المشاهدين بتخلص حلقتنا من برنامج حبات حنطة، على أمل أنه نلتقى فيكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم، والله معكم.